فضيلة الشيخ، أرسل أحد الإخوة بسؤال يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيبنا على هذا السؤال، وهو كثرة العنوسة في زماننا للفتيات في هذا الوقت، فما هو الحل وما هو العلاج الناجع كي تتزوج هذه الفتيات بدون عنوسة؟ نعم، لما خرجت المرأة أو أخرجت عن طورها في هذه الحياة وأخذت منحا غير منحى النساء، أخذت منحى الرجال أو أعمال الرجال، فإنها عنست، لأنه لا أحد يرتضيها، ولو تزوجت فإنها لا تستمر مع الزوج، لأن الزوج يريد زوجة مطيعة، يريد زوجة يأنس بها، يريد زوجة تربي أولاده، تصلح شؤون بيته. فإذا كانت المرأة موظفة أو المرأة في دراسة تذهب معظم النهار ولا تأتي إلا وهي متعبة، ولا تلتفت إلى زوجها ولا إلى أولادها بسبب التعب، فكيف يحبها الزوج على هذا الوضع؟ فإذا كانوا يريدون أن لا تعنس النساء فليرجعوها إلى طورها المناسب لها، والذي كانت عليه المؤمنات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.